أريج، اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نسلط الضوء على موضوع الصوم الأربعيني الكبير، وكل يلي عم يتبعوا أيضا نظام غذائي بهالفترة، واللي رح تنتهي مع بكرة وتعود كل الصائمين لنظامهم الغذائي الاعتيادي. فما هي طريقة الغذاء الأمثل المتبعة كي لا يحدث أي إشكال صحي؟ سؤالنا الطبي لليوم رح يجاوبنا عليه الدكتور زياد زودي، الاستشاري بأمراض الغدد والصم والسكري. سعد صباحك دكتور. صباح النور أريج. يا أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، يعني أعياد مباركة وصوم أكيد وفصح مجيد لكل السوريين ولكل سوريا، خلينا نحكي عن هي الفترة الغذائية قديش بيتغير نظام الإنسان فيها. سلمى، نحن النظام الغذائي اللي نتبعه ببلادنا هو النظام الأمثل عالميا، يعني طبيا بنقول انه نظام تبع البحر الابيض المتوسط هو يلي غني جدا بالخضار والفواكه وقليل الدسم، والدسم يلي من منشأ نباتي هو دسم مفيد للجسم وما له اي تأثيرات جانبية. زيت الزيتون كتير غني بالحموض الدسمة غير المشبعة يلي مفيدة جدا للجسم. نحن كتير بنحكي على الأوميغا 3، بنحكي على كتير بزيت الزيتون، بالزيوت كلها، بالمكسرات، بالخضار الطازجة الموسمية كتير بتفيدنا. معناتها نحن وقت عم يكون نظامنا الغذائي غني جدا بالخضار، بتعرفوا انه الصوم الأربعيني هو نظام ما في ابدا بروتينات من منشأ حيواني، وهي جدا مفيدة للجسم. وحتى نحن بننصح كل مشاهدينا انه بكل الفترات، مو بس بفترة الصوم، انه قد ما بيقدروا يكتروا من الخضرة والفواكه، وحتى اطفالنا، لانه نقيهم بكثير من المشاكل، غنية بالفيتامينات، غنية بالأملاح المعدنية، بالشوارب، بكل شيء، وحتى مفيدة للبشرة، مفيدة للشعر، كل البروتينات من المنشأ نباتي. معناتها كثير مهم نحن نركز بنظامنا الغذائي حتى بعد الصوم انه ما نرجع ناكل بروتينات من منشأ حيواني بكمية كبيرة. نحن ما عم نروج انه الواحد يمتنع بشكل كامل وبشكل دائم عن البروتينات من منشأ حيواني، بس بدنا نكون دائما انه في محدوديه، ما بدنا نكون كميه كبيره من اللحوم وهيك. هلا نحن الصيام في منهم بيمتنعوا لساعات معينه عن الاكل بشكل كامل، بعدين وقت ياكلوا بياكلوا وجبه كبيره، وهذا غلط كبير، لانه جهازنا الهضمي وقت نمتنع فتره طويله عن الاكل ونرجع ناكل وجبه كبيره بيصير في تلبك بالمعدة بالإمعاء، وبصير في سوء بالهضم، خاصة وتكون كمان في مصادر متنوعة بنفس الوجبة، في مقالي، في عصائر، في كله هذا بيعمل كتير. نحن دائما بننصحهم إنه يصير في تعدد، إذا نحن ضلينا فترة طويلة بلا أكل بعدين بدنا ناكل، نحاول ما ناكل ونشبع بشكل كامل، ولا إنه يعني نعدد وجبات الطعام، هي شغلة كتير مفيدة. نحاول ما نشرب كمية سوائل كبيرة مع الأكل، حاول يكون إذا بنشرب يكون بين الوجبات وليس مع الوجبة مباشرة. يعني دكتور، مع فترة الصيام الطويلة الشخص أكيد عم يمتنع عن أي منشأ حيواني وهو عم يتبع نظام نباتي، لكن مع إقبال العيد وحلول العيد يعني كل سفرة دايما بتكون حاضرة بإيش هالأكلات. دايما كتير من الأشخاص مثل ما ذكر دكتور إنه يمكن يكون في شوي شراهة زايدة على الأكل من بعد فترة طويلة بالانقطاع، وهذا بشي بيأثر على الجسم وبيسبب له شوية مشاكل من التخمة. كيف بيقدر الشخص الصايم يلي صار له هالفترة اليوم يهيئ معدته انه يعني فك الصيام وصار بالعيد لحتى اكيد ما يصير عنده اي تلبك؟ نحن زالنا انه فك الصيام ما هيك، ما صار بيقدر بياكل، يعني ليش بدنا ناكل كل هي بوجبة واحدة؟ يعني نحن معنا وقت صار، مثل كمان الصيام برمضان نفس الشيء، انه عم نضل نحن فترة طويلة بلا اكل، بيجي وقت الافطار عم ناكل وجبة كتير كبيرة وغنية بكل شيء، عم يصير معنا هالتخمة والمشاكل الهضمية، بنشوف كتير أمراض بهالفترة، لأنه عم ناكل مثل ما قلنا من مصادر متنوعة، وعم يكون في مقالي، وعم يكون في عصائر ودسم بكمية كبيرة، ونحن ضلينا فترة طويلة
ما عم ناكل هاللي بدنا نرجع شوي شوي. مثل واحد انه نام بدك تغري تقولي له قوم ودغري ركود. يعني هي شغله كثير صعبه، بدنا نحاول انه شوي شوي نرجع لنظام غذائي. حتى البروتينات، أريج البروتينات من منشأ نباتي فيها كل شيء. يعني في ناس مو بس بفترة الصيام الأربعيني هن ما بياكلوا، يعني معروفة عالميا في ناس ما بياكلوا أبدا شيء من منشأ حيواني بشكل دائم، وما عندهم مشاكل أبدا. ونحن بنعرف أنه النباتيين هن بيعمروا أكثر، الأعمار بيد الله، بس أنه الإحصائيات بتقول كل شيء بيعتمد على نظام غذائي غني جدا بالأطعمة النباتية هو الأمراض بتبعد عنه أكثر. تماما. طيب دكتور زياد، يعني خلينا نحكي شوي بتفاصيل أنه كيف نحن فينا ننصح الناس أو نقنعهم أنه على الأقل باليوم الواحد حتى لو السفرة مليانة أنواع أنه ياخذوا نوع واحد، قدي ممكن هذا الشيء يخفف من وضعه؟ هلا سلمى رح أقول لك أنا هيك بصة الأمور. نحن إذا عاملين افترضي طبق رئيسي، شو ما مثلا كبة مشوية، تمام؟ في أطيب من الطبق اللي عنا بلادنا يلي مشهور فيه. نحاول نعمل مثلا صحن تبولة نبدأ فيه، هذا المقبلات ناكله مع الخس مع الملفوف أو شيء. نعمل طبق بعدين من التبولة يا لونجي، حتى ما إنه مثلا كم ورقة ملفوف، كم ورقة يبرة يوم، كم كوسة هيك من التبولة، صار عنا الطبق الثاني اللي هو الخضار، الخضار المطبوخة. بعدين ناكل قرصين كبة مشويين، بعدين ناكل فاكهة، أو إذا بدنا ناكل يعني دسير قطعة حلو. يعني هون نوعنا، ما أكلنا طبق واحد بس كان. وحتى هذا النظام ننصح فيه بشكل دائم، مو بس دائما نقوله ما تعتمدوا على الطبق الرئيسي فقط، دائما يكون في عندنا خضرة نية، خضرة مطبوخة، بعدين الطبق الرئيسي. كون احنا ما قمنا جوعانين، يعني عبينا معدتنا بس عبيناها خضار. ودائما الالياف بتغلف الغشاء المخاطي، بصير امتصاص الدسم وامتصاص السكريات. اللي عنده سكري مثلا اذا اكل شغلات فيها سكريات سريعه الامتصاص دغري بيعلى السكر، وقت ناخذ الياف قبلها كثير كمان بتساعدنا انه الامتصاص يكون على مهله، مشان يلحق البنكرياس اللي عنده انسولين بكمية مانا كافية، هو تعريف مرضى السكري، يطلع على مهله ويحرق السكري اللي عنا. مشان هيك دائما دائما نحن أول شيء نمضغ بشكل هيك جيد، حتى كمان لأنه كمان الأكل بسرعة مركز الشهية. كثير نحن بنحكي عن زيادة الوزن، أكثر بيقولوا لنا اللي عندهم زيادة وزن دكتور ما بأكل غير وجبة وحيدة، ومع هيك بسمك نحن مو الوجبة الوحيدة أو تعدد الوجبات يلي احنا شو في عنا حريرات عم تجي. إذا عم ناكل بسرعة مركز الشهية ما وصلت له الأوامر إنه أنا شبعت، تمام؟ اللي بيصير بيحاول بيعبي من هي ودغري بيبلع. دائما وقت نمضغ نحن على مهلنا مركز الشهية شوي شوي عم يوصل له أوامر إنه أنا صار في عندي رح أشبع وبيلتز بالطعام أكثر. تماما. كثير الأمور مهمة دكتور. يعني يمكن الأشخاص مو بس بيصير عندهم مشاكل من خلال تناولهم لغداء العيد، أيضا في شيء بعد الغداء العيد اللي هو الحلويات، اللي ممكن وقت الواحد يروح يعايد أي بيت بيصير الحلو العربي أو حتى كعك العيد ممكن يكون في كمان إقبال أكثر على هالمأكولات والحلويات. كيف كمان فينا نحافظ على هالموضوع بطرق معينة نقدر نتجنب كل المشاكل اللي ممكن تصيبنا؟ هلا الأكثر شيء أريج هو القشطة، إنه كتير دسمة، والمقالي. إحنا أي الحلو العربي تبعنا أكتريته مقلي، بقى إذا حاولنا قد ما بنقدر إنه ناخذ فواكه مثلا بعد الوجبة، ونخلي الحلويات يلي كتير غنية بالقشطة والمقالي إنه بين الوجبات، بتكون هضمة أسهل ونلتز فيها أكثر. إذا واحد معبي على الأخير يعني صار عنده انه اكل تمام ورجع، يعني هي الاكسترا، خصوصي اذا كنت معزوم دكتور عند شي حدا، يعني هي اجباري بقى بدها تصير اكسترا. اريد اقول لك على شغله، مو اذا معزوم نحن وقت عندنا انه السفره مفتوحه، يعني غير شيء انه هون الواحد بياخذ صحنه قد ما بده
بيعبي. هون من يعني بيجينا كثير ناس مصابين بالتخمه وتكون السفره مفتوحه، قد ما بده الواحد بيحطه بيرجع حتى الى ما شاء الله. طيب دكتور، هلا حضرتك حكيت انه ممكن بعد الوجبه اللي طبعا وصفناها انه اول شيء خضار عاديه، بعدين خضار مسلوقه او خضار مطبوخه، وثم الوجبه الطبق الرئيسي. هلا في ناس بتقول انه لا، الفواكه بعد الاكل مضره فورا، لازم الواحد يترك شوي ساعه او ساعتين بعدين ياكل فواكه، لانه ممكن تعمل خمائر بالجسم او تتفاعل. مدى صحه هالمعلومه؟ هلا نحن اذا عم نكون دائما عم نقوم مانا يعني مليين معدتنا على الاخير، ما في اي مشكله. اذا ما عندنا امراض مثل ما حكينا مرضى السكري، بدنا نكون دائما في عندنا حذر بنوع الطعام، ومثل ما قلنا لانه مو الكميه اللي بتهمنا قدر ما بيهمنا النوعيه وشو بتحتوي بقلبها. يلي عندهم مشاكل هضميه، عندهم مشاكل بالمعده، عندهم زياده حموضه بالمعده، اذا عم ياخذوا كمان سوائل بتصير العصارة تبع المعدة عم تطلع على المري، بتعملنا حرقة وبتعملنا هالقصة هي كتير. وزيادة الحموضة كمان ما بتساوي هضم بشكل جيد. بس نحن إذا أخذنا فواكه بعد الوجبة ما في عنا مشكلة، ما بتساوي إلا إذا الواحد يعني هي التخمة مو من الفاكهة، هي تخمة لأنه نحن قبل الفواكه أكلين كمية كتير كبيرة وقايمين إنه ما عاد نقدر، ما عاد نقدر نمشي. حتى اذا كان الواحد لابس يعني بالزرار بده يفك زراره لحتى يقدر يتحرك. يعني دائما اذا نحن معتدلين دائما الاعتدال هو اهم شيء بالنظام الغذائي. نحاول ما نكتر، يكون الاكل مانه مالح كثير، مانه حلو كثير، لانه كله هذا بده يتطلب بده نشرب معه سوائل كثير لحتى نعدل، وبالتالي كثره السوائل هي اللي بتساوي التخمه. مع احنا بالعكس بننصح واحد ياخذ سوائل، بس مو مع العصائر سلمى، مضره اكثر من الفاكهه. لكن يمكن دكتور اوقات بنلاحظ كثير بسفرنا انه في عصير او حتى مشروبات غازيه مع الطعام، هذا الشيء يعني ما بتنصح فيه ابدا؟ ما بننصح فيه، لانه العصائر اول شيء المشروبات الغازيه بتزيد بتلبك او بتزيد العصاره تبع الهي. وبعدين مثلا الكولا، حطي انت كولا على شويه لحمه وشوفيها بعد شوي شو بصير فيها، اللحمه بتدوب، يعني كثير مؤذيه للجهاز الهضمي. قد ما عم نقول نحن بكل برنامجنا التوعويه انه قد ما بتقدروا اذا بدهم يشربوا عصير يشربوا عصير انه طبيعي، انه نعصر نحن برتقانه نعصر، وحتى وقت مد بالمي، لانه كنا عم نقول اذا بدنا ناخذ عصير فواكه حتى طازج بدنا 5 برتقانات ليطلعوا كاسه، بينما اذا اكلنا فاكهه كامله برتقانه فيها الياف اكثر، بتحسسنا بالشبع وبتفيدنا اكثر، خصوصا اذا عندنا مشاكل زياده وزن. كل العناصر الغذائيه تبعها تماما. واذا عندنا زياده وزن وقت نشرب نحن كبايه عصير ما صارت مركزه اكثر حتى بالسكر الطبيعي. هلا اذا ما عندنا مشاكل صحيه فينا يعني ناخذ عصير فواكه طازج افضل ما ناخذ مشروبات الجازه، انه مشروبات الجازه حتى المكتوب عليها خاليه من السكر هي فيها عصير مركز، من الالياف صارت مركزه تماما. طيب دكتور، اليوم بختام حديثنا خلينا ناخذ نصائح من حضرتك لمرضى السكري وحتى للاشخاص اللي ممكن يعانوا من اي مشكله صحيه، وبعد هذا الصيام شو بتنصحهم كيف يبدوا ويرجعوا نظامهم الغذائي الطبيعي؟ انا بدي اقول دائما انه نحن نرجع بالتدريج لنظام متوازن غني جدا حتى بعد الصيام بالخضره والفواكه. نحاول قد ما بنقدر نركز على الفواكه الموسمية، على الخضرة الموسمية، كل شيء بلاستيكي نبعد عنه، كل شيء فيه مواد حافظة قد ما بنقدر نبعد عنه، المعلبات بكل أنواعها حتى المرتديلا، كل شيء معلب ما بدنا إياه، وكل شيء حتى حاطين عليه إنه خالي من المواد الحافظة هذا مانو صحيح. نحن سلمى كباية العصير الطبيعي حطيها بالبراد يومين ثلاثة تنتزع، بينما أنينة العصير كاتبين عليه خالي من المواد الحافظة بتقعد معك 10 أيام. طيب شو فيها مواد حافظه؟ نعم. الاجبان هي اللي بتندهن، هي بالصيف بعز الصيف ما بدها براد ما بتنتزع، عنا ببلادنا شو معنى ما بتنتزع؟ مليانه مواد حافظه كلها هي. نعم. فيها كثير تساوي خلل عنا هرموني. نعم. وتساوي مشاكل صحيه. قد ما بدنا بدنا نركز على النصيحة يمكن الأكبر اليوم مثل ما قلت دكتور، والأشياء إذا فينا نعممها حديثنا هي الاعتدال تماما.
أكيد دكتور. نحن أكيد بنتمنى يعني مع إقبال العيد يكون كل العالم بصحة جيدة، وإن شاء الله بنعاد عليك دكتور ودائما تكون صحتك ممتازة. على كل مشاهدينا وسلمى وأريج وعلى كل طاقمكم، شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك دكتور ولوجودك.